لمسات رمضانية. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الآل ثم صحبه صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الآل ثم صحبه صلى الله عليه صلى الله عليه. مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي جاءت لدعاته الأشجار ساجدة تمشي إلي على ساق بلا قدمي جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق إلى قدمي نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب والحب يعترض اللذات في الألم لولا الهوى لم ترق دمعا على طللي ولا رقت لذكر البان والعلم لولا الهوى لولا الهوى لم ترق دمعا على طللي ولا أرقت لذكر البان والعالمين يا رب يا رب بالله
المصطفى بلغ مقاصدنا يا رب، بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرام، اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا يا واسع الكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم.
صدق الله العظيم. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أكرمنا بختم كتابه، الحمد لله الذي وفقنا لختم كتابه. اللهم لك الحمد على أن فضلتنا ممن جعلتهم يختمون كتابك. الحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله حمدا أستطب بحمده، الحمد لله حمدا أستزيده من نعمه، الحمد لله حمدا أستأنس به بذكره، الحمد لله حمدا أستلذ به من شكره. الحمد لله، الحمد لله وكفى، الحمد لله الذي جعلنا ممن يختم كتابه. قل صدق الله، ومن أحسن من الله قيلا. اللهم لك الحمد على أن أعنتنا على ختم كتابك ووفقتنا لتلاوة كتابك.
اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا عظيم العفو يا حسن التجاوز، الحمد لله رب العالمين الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا ولا يشرك في حكمه أحدا. لك الحمد كما هديتنا للإسلام، ولك الحمد بما سترتنا، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، ولك الحمد بالمعافاة، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. اللهم كما وفقتنا لتلاوة كتابك في شهر رمضان، اللهم اجعلنا ممن يتلون كتابك بعد رمضان. اللهم كما وفقتنا للقيام في رمضان، اللهم وفقنا للقيام بعد رمضان. اللهم كما جعلتنا نستشعر بالخشوع والتلذذ بتلاوة كتابك في رمضان، اجعلنا ممن يستشعر ويتلذذ بتلاوة كتابك بعد رمضان. اللهم يا رب كما أعنتنا لتلاوة كتابك في رمضان، أعنا على تلاوة كتابك بعد رمضان. اللهم يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أسقامنا وذهاب أحزاننا. اللهم اجعل القرآن شفاء لصدورنا، اللهم اجعل القرآن نورا في صدورنا ونورا في أبصارنا ونورا في عقولنا ونورا في قبورنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته برحمتك يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان. اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا وأرحامنا والمسلمين أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تستطيع مع إنفوغراد الوصول لأكثر من 2 مليون متابع في النمسا شهرياً. من خلال منصاتنا الإلكترونية معاً نعزز المسؤولية المشتركة في المجتمع بإثراء التنوع الاقتصادي والثقافي. إنفوغراد شريك النجاح.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين يا أرحم الراحمين. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصحبة الكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. يا خير من نزل النفوس أراحل، بالأمس جئت فكيف سترحلون.
بكت القلوب على وداعك حرقة، كيف العيون إذا رحلت ستفعل؟ ما بال شهر الصوم يمضي مسرعا، وشهور باقي العام كم تتمهل؟ ها أنت تمضي يا حبيب وعمرنا يمضي، ومن يدري أنت ستقبل؟ فعساك ربي قد قبلت صيامنا، وعساك كل قيامنا تتقبل. يا ليلة القدر المعظم أجرها، هل اسمنا في الفائزين مسجل؟ كم قائم كم راكع كم ساجد قد كان يدعو الله بل يتوسل. اعتق رقابا قد أتتك يزيدها، شوقا إليك فؤادها المتوكل. يا من تحب العفو جئتك مذنبا، هلا عفوت فما سواك سأسأل. رمضان لا تمضي وفينا غافل، ما كان يدعو الله أو يتذلل، حتى يعود لربه متضرعا، فهو الرحيم المنعم المتفضل. رمضان لا أدري عمري ينقضي، من قادم الأيام أم نتقابل؟ فالقلب غاية سعده سيعيشها، والعين في لقياك سوف تكحل. إنفوكرات، لنكتمل بالمعرفة، نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.